السلام عليكم. الفترة اللي فاتت اليوتيوب بعت لنا انذارين بسبب بلاغات كاذبة من ناس مؤذية الله يسامحهم، ودخل القناة مهددة بان هي تتقفل في اي لحظة، يعني تعب سنين ممكن يضيع في لمح البصر، وكمان هو السبب في عدم وصول المحتوى ليكم. زي ما انتوا شايفين قناة فيها 700 الف مشترك، مفيش فيديو واحد يوصل لعشر تلاف مشاهدة. وعشان انا حابب ان انا اكمل معاكم المحتوى اللي انتوا بتحبوه، وزي ما كنتم معانا في بداية المشوار وهتكملوا معانا بإذن الله، عملت لكم كده قناة تانية هيتم النشر عليها الفترة اللي جاية، فبستأذنكم كده تشتركوا فيها. هتلاقوا لينك القناة التانية في وصف الفيديو او في الكومنتات، وكمان هتلاقيها ظاهرة كده على الشاشة قدامكم دلوقتي. وبس كده، الله المستعان، اشوفكم بقى في القناة التانية. سلام.